طول عمرنا لو شفنا اخت اللوسطه زينهم دي ولا حد يعرف عنها حاجه. بيقولوا تعيشه طول عمرها في طنط، بس دي اخت من ام تاني. تانيه ولا تالته، احنا مالنا؟ احنا بنعمل الواجب اللي علينا وخلاص. الظاهر انها لا اخت ولا يحزنون. احنا سمعنا ان الفرع ده معمول اوانطه عشان يلموا منه النقطه. اكتمي اكتمي مالناش دعوه، اسكتي 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 اسكتي. استاذنهم اسمي انا، ما اعرفش انا. يلا استاذنهم. عربيه العفش جت يا اختي. هما اوضتين دول ولا اوضه؟ اهو عفش يا اختي وخلاص. العفش جه يا ست المزنه. الف مبروك يا خاله المزنه. يا اختي نص اربعه انت وهي على نيله ايه؟ العفش قال. بس يا ولا يا بنت يا صفيه. ايوه لحلحي جوزك يا اختي شويه، احسن عربيه العفش جت الا العيال في الحاره يبهدلوها. يا ودي محبكها قوي كده ليه؟ لا كان لازم لا عفش ولا عريس ولا عروسه. اخرسي انت عايزه تفضحينا في الحاره ولا ايه؟ لا يما مش هفضحكم. زينهم يا راجل، عربيه العفش جت. يا انت كبرت ولا ايه؟ يا اخويا بقول لك عربيه العفش جت. طيب هاتي لي غير نضيف من عندك. وانت ايه دخلك الحمام من غير غيار؟ يلا يا بنت بسرعه هتخلي من المخروب ده. عايز اخرج. اخرج يا اخويا، مفيش غير امك في الشقه. يا ابني اعمل لك هنا شويه. خد يا اخويا الجدع زوره ورم من كتر النضيف عليه. بيشيل الصابونه من الحمامه الصفيه اللي نسوان تخلص عليها. مش كل يوم هجيب صابون انا. النبي عمرك ما كنت بخيل يا ابني. الغلا يا ام معلم الناس البخل. مش فاهم انا كان ايه لازمته ده؟ كان ايه بس لازمته كحك وعجين ونصيب عدم؟ اوه فرح ما نعملش فيه كحك. ايه انت عايز الناس تاكل وشنا؟ فرح ايه يا ام؟ انت صدقتي ولا يا واد خلي الطبق مستور. ايه الهي ربنا يعدي ليلادي على خير وتلم نقطتك وتجيب بقى الميكروباص. خلينا بقى نعيش ونتفك. حق يا زينهم، لو المعازيم يا اخويا الليلادي كلهم ينقطوك غصب عنهم. انا قاعد في كل افراحهم النهارده، الدور عليا. اللي نقطوك ايه دي؟ الطير فرقان. استاذنهم يبقى جيب لنا في الفرح الجدع المضحكات ده اللي اسمه ورده. صلاح ورده ده تلاقيه مات، اجيبه منين يا ام؟ يا ابني دور عليه، بقول لك بيضحكني، دمه خفيف قوي المضروب. حاضر يا ام هشوف. ايدك بعت 3000 جنيه اللي اتفقنا عليهم. رجعت في كلام. استاذنهم دول عربين الليله، الفرح هيقوم ازاي؟ استاذنهم انت عارف يا زينهم، عارف يا حبيبي ان انا شايله دول للخارجه. بعد الشر عليك يا ام.
تقولش الكلام ده الف بعد الشر عليك، انا هرجعهم لك وهنضفهم لك. يلا بقى نفيس نفوس نفس بس يا ولد يا ولد بتتكلم. الله الله الله، هاتي بقى ايدك يلا. ايوه يا اخويا كل بعقلي حلاوه اهم بلفتهم يا زينهم. اسمع اما اقول لك يرجعوا ناقصين مليم احمر؟ لا يا ما انت بتديهم لواحد حرامي. انت بس ادعي لي الليله تكمل على خير يا رب. انا يا اخويا ورايا غير ان ادعي لك يا زينهم يا ابني. ده انا بقي وجعني من كتر الدعاء. يا ده انزل يلا انزل يلا العربيه يلا 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 رشم يلا. انا ما اعرفش لسه جديد يا دهور. مبروك عفش اختك يا استاذ زينهم. الله يبارك فيك يا ابو خليل، عدي بالليل شويه. ها يلا يا لول هنيجي معاك بقى احنا عشان نفر. لا 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 العفش رايح طنطا، اطلعوا انتوا لامي عشان وراكوا طبيخ. طيب الله يبارك لك الله يبارك لك. واحنا طالعين طنطا. طنطا مين يا كحول؟ رايحين نرجع العفش يلا. صباح الفل. صباح الفل يا عمنا. صباح الفل يا سيدي. امسك يا يابا. خلي بالك من العفش يالا. 500 جنيه يا ام حق ايجار العفش، دمم عليه، دخل الحاره عمل الواجب خرج زي ما هو. في 50 جنيه نقل. ليه بقى؟ انا متفق على 300 جنيه ايجار الاوضتين في الساعه شاكب راكب، والمعلم حبش هو اللي مظبط معاه. انت هتحك في 50 جنيه يا زينهم. يا معلم ده ما عادش في الحاره ربع ساعه على بعضها، ومفيش ترابايه جت عليه. انا عارف النقله دي هتوجع دماغي. معلش. طب مرض السواق؟ لا السواق مرض. مرضانيش يا معلم. امسك يابا نهارك يابا. يلا سلام عليكم. والله يا لولا. سلام عليكم. يلا اطلع هات العرايه سنسك فلوس اهي. انا مش عارف انت ليه مصمم تجيب عريس وعروسه؟ ما الافراح دايره من غيرهم يا اسطى. امي هي اللي عايزه كده عشان قال الحرم ما ياكلوش وشها. طب ايه رايك ان ابويا وامي عملوا فرحهم من غير عريس وعروسه؟ ما تخلص يا اسطى انت هتحور. انت مش مبايت عليهم؟ اه مبايت عليهم. العريس واد صاحبي ملطشه معاه ما صدق يعني. بس خد بالك العريس اسمه عبد الله والعروسه اسمها جميله. يا ابني ولا هتفرق. يلا بقى قشطه هروح اجيبهم من على الدائري واجي. بقول لك ايه، تعمل حسابك تجيبهم وتيجوا على الزفه. اي تاخير هيحصل لهم، اي حادثه هتحصل لهم، انا ماليش دعوه يابا. تجيب لي عرايس غيرهم. عيب يا اسطى، هو انا بهلول؟ اعتمد عليا. دي اشرف من الشرف يا دم عادي. شرف ايه يا ام شرف؟ دي الحته كلها عارفاها. هتموتي هتولعي جوه هالشطه. ها ليه يا اختي؟ هو انا زيها؟ الدور والبال مش عارفين تلموها. بس يا مره اللي ما تتحركيش مع الرصيف. بصوا على جلابتها المقرحه، شوفوا القلق عليها قد كده. بس يا بنتي يا مقدوره انت ليه هيك؟ انتوا ما شفتوش التلفزيون الا لما جوزك سافر ليبيا. ام مراتك يا غرعين. ما تلم انت مراتك وبنتك يا عم، احنا مش عايزين نتكلم. يا حتة وسخه خش يا عبد الله. يا حتى ما فيهاش راجل. خش هتتخانق مع مين؟ ما كلهم جري. خش يا وليه. خش مالكيش دعوه. اه يا حته وسخه. خش اشفوك. خش جوه. استغفر الله العظيم. انت اتعورت؟ وريني. مالكيش دعوه انت. خش جوه. عايز اقعد انا وعبد الله لوحدينا. خش. اوعي. اسمع بقى يا عبد الله. بكره دخلتك على البيت جميلة بنت. عارف يعني ايه دخلة؟ يا عم الحاج احنا مش قلنا بعد شهر. انا قلت بكره يعني بكره، والحته كلها لازم تشوف شرف بنتي. ولازمتها ايه الكرباجه دي يا عم الحاج؟ كرباجه ايه يا عبد الله؟ كرباجه ايه؟ انت كاتب على البيت بقالك 7 سنين، جاي تقول لي كرباجه؟ فوق بقى يا اخويا فوق. الناس هتقول على ايه تاني؟ كفايه فضايع، حرام عليك. ده اخر مره يا عبد الله بسالك. انت دخلت على البيت بنت من ورانا؟ ما حصلش يا عم الحاج. انا اعمل كده؟ انا خلاص. يبقى خايف من ايه؟ بكره هتخش على جميله وبلدي. بكره بكره ما دام ده اللي هيقطع لسنه الناس خلاص نوريهم كل حاجه. وبكره انت قصدك ايه يا عسل؟ بلاها مطرب؟ صباح الفل. صباحك قشطه. ما انا بشوبش وبغني يا استاذ زينهم. والله اللي اعرفه انك انت نبطش، انما بتغني دي جديده عليا.
وفي مغني برضو وش متعلم. وانا يعني متعلم في زوري مالها دي ومال الغنى؟ وبعدين عدم مؤاخذه انا عايز اشيل لك الليله من بابها وانت عاوز تلم نفسك. والله ده المطلوب. بص يا عسل، انا عايز مقابله جامده، كل معزوم وهو داخل الحاره ياخد احلى تحيه اكنه رئيس وزراء وجه الفرع. عيب استاذنهم، انت جايب واحد عشوائي ولا ايه؟ ما تقلقش، كل جثه هتاخد واجبها وزياده وكل مجال في مجاله. انت جايب العسل يا استاذنهم، وانت عارف كويس يعني ايه العسل. احنا ورانا حاجه غير التطبيل للناس، قول يا رب. خلاص يا عم، انت هتطبل لحد ما تصدعنا ولا ايه؟ امسك صباح الفل، ارجوك اهو حضر نفسك. بقولك ايه، اوعى تكون زعلت على موضوع وشك، انا بهزر معاك. انت في ايه؟ بالعكس، ده انا مبسوط قوي، ده انت شايفني كويس. انا اتضايق. قال سلام. الحق يا شوقي، بيعلقوا ميكروفون الفرح في البلكون. طيب انا هتصرف، اقعد انت دلوقتي. هتتصرف تعمل ايه يعني؟ خلص اللي في ايدي وانزل لزينهم وقال له شيله، هيشيله بسيطه. يا راجل يلا الحقوا قبل ما الليل يخش وما تعرفش تتلاقي مع ليه في الفرح. فكرتيني بالليل، فكرتيني بالليل. ده انت الليله دي هخليكي تزغرطي. يا راجل احنا في ايه ولا في ايه؟ لا لا، افرضي وشك يا بنت. الليله دي ليله الخميس، مش عاوز اي حاجه تعكنتك. طب بقول لك ايه؟ خدت الحبايه؟ مستورده وحياتك. بس هيحصل ازاي يا شوقي في الدوشه اللي هيعملها لنا الميكروفون ده؟ لازق في السرير. ده نقتله، محدش يقدر يلزق في السرير الليله دي غيري انا. طب بقول لك ايه؟ يلا الحق انزل له وخليك ناشف كده معاه في الكلام. حكيم انا خلاص عارفة. خلاص هنزل له. سند بيومي فيديو فيلم، مفيش فيك يا جمهورية مصر العربية فرح الا وقمرة سند بيومي معلمة عليه. ماشي فاهم. بقول لكم انتوا التلاتة اسمعوني كويس، انا رقبتي في ايديكم انتوا التلاتة. ها اي الا الفرح انضرب. ماشي، خد يا عم سند، امسك ده حق 10 شرايط. ما تشيلش الكاميرا من على النباتشي، ما تصورليش حد غيره، لا عروسه ولا عريس ولا دياوله. ماشي، اطمن يا اسطى. سلام عليكم. سلام عليكم. توش يا كبيرنا، شنط النقطة ايه؟ ترقد عليها زي الفراخ. حاضر يا كبيرنا. أي حد يقوم ناحيتها تقطع لي إيده. حاضر. ماشي؟ شلفاطة. أوبر عمنا. تستلم النقطة من النباتشي تسلمها لقوش على طول. عين. ماشي؟ عين. يلا توكلوا على الله. كوشة. يا كبيرنا. الواد شلفاطة ده إيده طويل. نقطعها له. لا، عينك عليه وبس. حاضر. شلفاطة. أيوة عمنا. الواد قوشة ده ايده طويلة، عينك عليه. ها؟ عين يا عمنا. طبعا عمنا، انت عارف ان انا مثال الامانة يعني. ماشي يا مثال، وانا هروقك. عين يا عمنا. ليلتك زي العسل. بالسلامة. بلد بقت كلها حرامية، كلها حرامية. يلا يا رجالة، كده اليوم هيفرق، مش هنخلص كده. ما تخلصونا يا رجالة، ما تخلوش شوية مزة دول. ايه يا عم كيمو؟ في ايه؟ كبير ايه ونيلة ايه؟ ايه يا عم؟ بالراحة شوية، انت هتحس. خرس في الحنايه. اوعى الحجاره المكتومه يا كيم. ماشي يا باشا. اهلا استاذ شاوي، اتفضل. خير يا استاذ؟ ده خير. خلاص علقوا الميكروفون في البلكونه بتاعتي، الحمد لله. خلاص بس ايه؟ الليله تخت يا استاذ شاوي، يعني مفيش حد في الحاره هينام الليله دي. ولا ست نسرين هي اللي زعلانه؟ بالعكس، دي كانت فرحانه قوي قوي قوي. نسرين دي كانت طول النهار بتزغرط. بس توكل على الله يا استاذ شوقي، يبقى شرفنا شويه بالليل. طبعا طبعا. اكيمو، ولو عندكم ميكروفون تاني انا ممكن اقف شايله في البلكونه. ربنا يتم بخير. طيب طلع لي شفت ابو زيد بتاع بولاق. عناية يا ريس. خليك معايا. قلت ايه يا ريس؟ بص، انا ممكن اعمل لك فرح في ابريل يلم لك 50,000. هو ده اللي انا عايزه. بس هتردهم في 50 فرح 55,000، واخد بالك؟ ما هواش ربا، لان السنه الجايه هعمل لك فرح هتلم فيه 60,000 وهكذا، يعني هتحضر 5 افراح في الشهر. هو ده نظام الجمعيه. داخل؟ داخل يا ريس. حلو، بس الفرح اللي عازمك فيه لازم تروح وتنقط باللي نتفق عليه، حتى لو مت الورثه بتوعك يدفنوك ويجوا ينقطوا، واخد بالك؟ دي فلوس ناس يا عمنا، والنهارده عندك فرح هتروح تنقط فيه. اه يا ريس. طب علي شغل يا علي، خليك معايا. اسمع يا باشا، امين يابا، هيرموا 1,000 جنيه، واخد بالك؟
وديك سمعت الزياده الجديده. ايوه يا اخويا الف سلام. سلام معايا. مفيش فلوس بتروح، خد بالك جمعيه ودايره قطر وما بيوقفش. طمنتني يا ريس. عندك فرح زينهم النهارده ده، هيلم 100,000، هيجيب بيه الميكروباص اللي بيحلم بيه اهو، بنفك زنقه ناس، الدنيا ولعت دلوقتي يابا، خد بالك. يا فتحتي يا عبد الله يا فتحتي. يا بنت مالك في ايه؟ هيعرفوا كل حاجه يا عبد الله، وافقتي ان الفرح يبقى بكره، وافقتي ليه؟ اعمل ايه؟ ابوك دماغه قفشت وطلبت معايا اوري الناس كل حاجه ونخش بلدي. محضر امي وامي. محضر امي وامي في الدخله. يا فتحتك يا جميله يا شبتة النفيجي. والنبي ابويا لا يقطعني. ربك هيسويها، ربك هيسويها. انت النهارده هتعملي العمليه. من ايه؟ من اني يا عبد الله واخر 200 جنيه دفعناهم لبلاط الحمام. هو انا مش مقريكي حوار السبوبه اللي الواد قالهولي جايبها لنا النهارده؟ كمان؟ كمان عاوز تفرج عليا الناس وتقعدني في كشف فرح مش بتاعنا؟ امال عايزين اعمل ايه؟ انا اتخنقت. اعمل اللي انت عايزه بس استرني يا عبد الله، استرني ما تفضحنيش. بس يا عبد الله بس. ربك هيسويها. هنخلص المصلحه بتاعت الفرح ونطلع الدكتور يعمل لك العمليه الليله. هو معقول هيبقى فاضي؟ ده معادنا مع الشهر الجاي. انا مش هسيبه لما ينجز، حتى لو ظرفناه 20 زياده. اهو الولد هيقول لك يرن. بقول لك ايه؟ ظبطي انت نفسك وانا هطلع لك. احنا خارجين لك حد الفرح. ماشي يا رب يا رب. ده كلام؟ ده كلام؟ انت جاي لي على الحاره الاولى؟ يا عم مستعجلين، انت جاهز ولا لا؟ يا عم تعالى بس على جنب ما تفضحنيش. خد 200 جنيه اهو عربون. 200 بلبل بس ليه؟ النهارده الخميس يا عبد الله والافراح على قفا من يشيل. لو كان يوم سبت ولا اثنين كان ماشي. تأجر عريس وعروسه باكو بس ده يبقى كفر. الله، انت مش قعدت تقول لي شوف لي سبوبه وبعدين ما حدش غصبك بلاها. ايه ده كده برضك؟ انت هتقفش عليا يا هلوله؟ مفيش كلام في الفرح مع حد ولا حوارات، العروسه اخت صاحب الفرح. انا هاري وراسي على الدور كله يا برنس، وصاحب الفرح اسمه زين. طب يلا بسرعه هات العروسه وتعالى عشان لسه قدامنا المشوار طويل، انا مش عايز زينهم يقعد يرن عليا. طب بقول لك ايه؟ استنى انت بس على اول الطريق خمسه كده وهو حصان. يا صباح الفل يا سيد الباشا. لا حول ولا قوه الا بالله. اهي دي بقى علامه من علامات الساعه. ده كل جيرانه وقرايبه ومعارفه بيقولوا انه كان راجل طيب قوي وفي حاله وعمر ما حد سمع له حزن. الراجل رجع من السفر دخل على بيته ذبح امه ومراته وعياله وهم نايمين. وذبح نفسه ونام وسطيهم. وعمل كده ليه ابن المجنون الله يرحمه؟ كان بيعمل لهم مفاجأة سعيدة. سعيدة؟ سعيدة ازاي يا عمنا؟ انهم يناموا ما يصحوش. هو في اسعد من كده في الزمن الاخضر ده يا سيد؟ ما هو اللي زي دول ممكن يصحوا من النوم ما يلاقوش حق الفطار. اسكت اسكت بقى، ده انت رغاي قوي. لمع لمع. انا ماليش في العكنانة، مفيش نكتة جديدة يا فنان. تحب اقول لك نكتة تضايقك؟ شغال ضايقني. ما هي دي النكتة يا حمار. مفيش واحدة تانية برضو؟ ده انت ما عندكش دم. اللي اقول لحضرتك ما بقتش تيجي في حفلات زي زمان ولا بنشوفك في التلفزيون. الظاهر ان المونولوجيست بقى موضة قديمة يا ابو السيد. بالك انا بقالي 10 سنين لا رحت حفلة ولا طلعت فرح. الظاهر ان الناس نسيت شكلي خلاص. الله، زمان كان المتعهدين بيقفوا عليا طابير بيخطفوني من بعضيهم. انا كنت بافين عشان الاحي على الاوردرات. انما دلوقتي اقول لك ايه؟ درامنا شغل، ده بين الزمان هيرجع ابو السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله ده رئيس حمشي؟ الو. لا صلاح حواشي. ايوه حمشي يا اخويا. عندك فرح النهارده يا سيدي، واخد بالك؟ فرح بجد؟ يا بنت كريم يا رب. بقول لك يا حمشي، خليك معايا ثانيه واحده ابص على نوت المواعيد. نعم اخويا، مواعيدك انت هتعملهم عليا؟ لا خلاص بلاش شكرا، هشوف غيرك. لا 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 خلاص يا حبشي خلاص. جري يا حبشي يا اخويا، هو الواحد ما عرفش يهزر معاك ولا ايه؟ لا لا طبعا، ده انا هكون موجود قبل الميعاد بساعتين. ايه بس اديني العنوان الله يسترك. ايوه يا حبشي يا اخويا.
والله عارفه عارفه. ايه اكتبه ده ايه؟ انا حفظته خلاص. بس معلش يا حبش يا اخوي، انت بتتكلم بجد؟ فرح بجد. جزمة فنان يا واد يا زين. بلاش يا واد تجيب رقاصة في الفرح، دول بيجيبوا الفقر. كفاية فلوس اللي هتتعكر. استغفر الله العظيم، ما ينفعش ياما، ادام فرح كبير يبقى لازم نجيب رقاصة. يا ابني بلاش، خلي ليلتك تعدي على خير. حرام يا ابني. والنبي ما تسيبيني دلوقتي عشان انا دماغي مقلوبة. ما تخلصينا يا صفية، عايزيننا كلهم عشان نتوكل على الله. يا اسطى زينهم، يا اسطى، يا اسطى زينهم. ايه بنت سميرة بتاع البيرة عايزة ايه دي؟ عايزة تفرش البيرة في الفرح، يعني هتكون عايزة ايه؟ بيرة؟ يا اسطى احنا بنتشعبط في رضا ربنا، عايز تنجس لنا الليلة؟ بيرة وحشيش ورقاصة؟ يا استاذ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبني علينا؟ بتحاسبني علينا؟ ده ما خدوش 2000 جنيه دول اللي هتبهدلينا بيهم. 2000 جنيه؟ لا يا اخويا دول 3000 جنيه، عايز تسرقهم قبل ما تصرفهم؟ اسرقهم؟ برضه بتقولي اسرقهم؟ طب علاء الحرام مديني ما يستنوا في جيبي دقيقة واحدة، اشبعي بيهم، اشبعي بيهم. طب اقعد كل لقمة قبل ما تنزل. اكلها هي، اشبعوا بيهم. شايفة جوزك وعمايله رمى الفلوس في وشي. معلش يا ماما، زينهم الفرح تعبه وعايز يلم القرشين ويجيب الميكروباص. اديني اختي شوية مية. عيني يا ماما، عيني. ربنا يهدي. يا اسطى. يا اسطى صباح الفل. قبل اي كلام، المعلم قورة عايز يدفع 7 جنيه على الصندوق. وهي دي منطقته؟ يا اسطى الكلام ده ما ياكلش، هو عارف كويس قوي دي منطقته. خلاص قول لامك ادفعي. طب ماشي، هنديك في البلاستيكه 5 بس ده عشان خاطرك يا اسطى. 5 ايه يا سميره؟ خلاص نزل المعلم قورة، لو عرف يلم فرشاته يبقى تعالى قابلني. خدي بس قربيها شويه يا سميره. 5:30 اخري، قلت ايه؟ ماشي، روح حضري حالك، بس قول لامك الفرح كبير. عارفين يا ريس، ربنا يتمه على خير. هو بالك ابو حبيبه. صباح الفل. ها يا استاذ زينو. يا ريس حبش. ايه مالك؟ ده الليله ليلتك. قوم هتخنقني بالقرشين اللي هتسلفه امي. معلش معلش، استهدى بالله، انت واخد بالك؟ اخفى من وشها ساعتين لغايه الليله ما تقوم. مش عايز حاجه يا اخويا؟ ربنا يكرمك. نبي خيرك سيد. الله يكرمك، هروح انا بقى سايطر. ماشي يا ريس، اتفضل. ها كلحن يا معلم. الليله دي هتخلص على كام حبل ان شاء الله؟ 30 حبل يا معلم. الحبل في كام؟ في 20 جنيه. ليه الحبل مش 100 لمبه؟ 100 لمبه. خلاص مشيها 15 شرايه، احنا مش غربه، خد بالك. اللي تشوفه يا معلم. اه زينهم ده اخونا يعني. اللي تشوفه يا معلم. يلا قبل الليل ما يلاقي. ماشي يا معلم. اشرف استعجل لي بتوع الزفه، يلا سيطره. مش قادر تأجر لنا اي خن في اي داهيه مراحيض؟ احنا زباله قوي كده. طب ما اجر لك فندق احسن، بقولت لك في البنزيمه وانت اللي بطارد. الله يوه، خلاص بقى كفايه غرقتيني يا اختي، بعطارك يا اختي تنيلي. ايه الجمال ده؟ يلا 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 يلا، عروسه بجد على العربيه. يلا بسم الله ما شاء الله. مش شاكرين يا حاج، الف الف شكر. اطلع يا اسطى على الفرح. ليه ايه ده يا راجل؟ يا راجل بوس الاول. البوس امره سهل، خليه بعدين بعدين. الا لو يا رحمة. شفت؟ خد عنك بقى الليل كله. طب بس ما بوزيش يا نسرين، انا هقفل لك الشباك عشان تركزي معايا. يلا ادي النيل عشان الشباك بوظوا لنا بينها حبوس. ولا باينه البتاعه دي يا ايدي يا رب. الحسنه اللي في وش دي مش قوي يا نجم، بس باينه برضه. ده هي اللي مسيطاك يا نجم.
مين في مصر ما يعرفش العسل ايه اكبر نبطش فيك يا جمهوريه؟ ماشي يلا انزل من على دماغي دلوقتي بقى. يلا يلا. اما ايه يا اما في ايه؟ جايلي الشغل ليه؟ مالك؟ ينفع الكلام ده؟ تنزل ابوك مكسور الخاطر وما تبصش في وشه؟ حرام، ما يبقاش قلبك اسود كده. ناسين اللي عملوا فيا ياما وانا سامحه. عايزه فلوس ياما؟ عايزك تسلم عليه، ده جالك لحد هنا برجليه. ما هو بيجي لي في كل مكان اروحه. اهو جاي اهو. يوه اهو. يلا اخوانا يلا اخوانا يلا نشتغل. العرايس العرايس، الحمد لله على السلامه. اختي حبيبه قلبي. انا زينب صاحب الفرح. طب مش عايزين نتاخر يا ريس عشان عندنا مشوار مهم. هما ساعتين زمن. الف مبروك يا اخي، الف مبروك. اتفضلوا اتفضلوا يا زفه. ايه رايك في اختك يا اسطى؟ انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ مفيش، بس كان نفسي يبقى فرحي. يعني هيرد؟ طب والنبي حاول تاني. والنبي الو يا دكتور، انا عبد الله. دكتور عبد الله؟ ايوه دكتور عبد الله. يا دكتور انا عبد الله بتاع الحادثه. ايوه انا. بقول لك احنا الليله هنعمل عمليه. هننجز الليله، ندفع يا باشا مستعجل. لا لا جاهزين جاهزين وكله تمام وتحت امرك. بالسلامه يا باشا. بالسلامه. مبروك يا بنت. الدكتور وافق وهيعمل العمليه الليله. هترجعي عود كبريت زي ما كنت. استر يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. انت نورت الحاره. حاره راس انا يا مرسى. شوف يا مرسى اديكي بتتعاكس اهو كمان. تعال تعال يا مرسى. انت جايبني كهف. اه البت المفكوكه دي. دي لما اخذت زيز الرقاصه جت غير هدومها. ما تروح تغير في اي نصيبه، هما دول بيتكسفوا. جرى ايه يا ست؟ مالك؟ مل على جنابك، مالك ومالها؟ ما تتلمي يا بت. صلوا على النبي يا جماعه. في ايه يا زيزي؟ ما تخفي. يعني انت بتعري جسمك قصاد الناس يا مفضوحه، وكمان قللت الادب وما تربطيش. هالهوله اصرفني من قدام النسوان دي. واحنا يا اختي كنا حضرناكي عشان نصرفك. شوف اللي حضروكي يصرفوكي. انا كده اتعصبت يا هالهوله. بقول لك ايه، مش قلعه هدومي ولا راكبه مسرح غير لما اخد ال 200 جنيه. لا انا لحد كده ماليش كلمه. نص سلم هو اللي اتصرف. تعالي يا ست تعالي. تعالى يا اخويا. يلا المركب اللي تودي. ايه هو انتوا رايحين فين؟ رايح فين يا ست؟ ايه ده؟ ده النص زين. زينهم؟ انا مش راكبه مصر غير لما اخد 200 جنيه زياده. انا شايله الليله لوحدي. 200 جنيه زياده؟ ليه انت فاكره نفسك جايه فرح؟ دي جمعيه يا ست البنات، يعني الناس بتلم فلوس. لا جمعيه ولا سوبر ماركو. لا تعلي صوتك ولا ايه؟ هات العربون اللي وصلك وتوكلي على الله. عربون؟ على جثتي. ايدك على العربون لخنافك. خد يلا غوري. الفرح جمعيه قال كتكم 60 ميله دي البلد بتخرب. عندك حل؟ عندك صرفة؟ اتصرف لي يلا بسرعة في رقصة تانية، بس تبقى حبة المهنة مش حبة الرغي. اصحى شوف. اوعى كده اوعى. وديني ما انا جاية غير اما تخلصني من الميكروفون ده. ويانا يا هو بقى في الليلة دي. اصحى يا عم اصحى وخلي بالك، لا اللي جرالي يجرالك. اصحى يا منطقة. بلدنا 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 بلد القنبلة مصنع الرجالة. اصحى يا عم، اللي اولها المذبح واخرها اسم وفي النص المجرحة، يعني ميت ميت. وقابل يا اسطى زينهم مع زينك. وسامعني السلام مقصود السلام. والحديدة ما بتعملش راجل. احنا نبطشية بات صنايعية. احنا نبطشية بات صنايعية. الله احنا نبطشية بات صنايعية. Thank you.
سمير، عايزاك ترشعي عليكي في وسط راسك يا بنتي. ما تخافيش يما، انا عارفه ده فرح عوض. عقبال ليلتك يا حبيبتي. ليلتي؟ تبتدى على يما ولا ايه؟ ليه وانتي اقل منهم يا بنتي ولا اقل منهم؟ غيرش بس لبس الوادي اللي انتي لابساه ده؟ يا اما ما كانش ده حالي كان زمان بلطجيه المنطقه خدوا المحل، وانتي مقتوله والعيال اخواتي دول انحرفوا. احنا عايشين مع ديابه يا اما، احنا ضعاف من غير راجل. هو انت هتفضلي كده طول عمرك؟ مش هتتغيري ابدا. خدي بالك انت بس من العيال، هودي الشغل الفرح وراجع على طول. اشرف الذئب، ايمن الذئب، انس الذئب، وكل ذئاب بلدنا ذيب ذيب. ذيبني بقى. ابطال بلدنا، ابطال بلدنا، اللي خيرهم على البلد كلها، اللي لحم اكتافهم من خيرهم ومن غير سخع ولا تتيت، يعني تجارة سبيرتو الاحمر، يعني خمرة الفقراء، وسمعهم يا عم وكورديونك، وقعد يا عم ناسك، قول يا برنس. يبقى كده انتوا وصلكوا 8 يا كباب. بسم الله عليك، ما انت مركزه اهو. طار يا ابن عمي، ما ركز في ايه؟ لا شاطره يا بيت. بيت بيت مين يا عم؟ دي واد على الطلاق واد. يا بيات ما تقولش كده. بيت واد على الطلاق واد. ما تخلص بقى يا عم انت وهو، ريحوا نفسكم. بيت بيت بيت. طب اوريك. اوعى يلا نشوك نصين. الله 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 الله، ايه العوق ده؟ ما قلنا بيت تحترم نفسك. طب يلا يلا غوري من هنا. ما تزقش بس. ما طلعت بيت اهي يابا. بس على الطلاق اخلاق واد. المعلم سعيد اماما يعني صاحب البيت الابيض، يعني كل الناس بنت بالطوب الاحمر وهو اللي بنى بالطوب الابيض. ابو شيماء، ابو شيماء، ابو شيماء متاخر، ابو شيماء متاخر، واللي عليه بلعه هياخدها نخله، واللي عليه نخله هياخدها 100 فدان. ما تتهورش ما تتهورش ما تتهورش ما تتهورش. ابو شيماء اتهور. يا نهار اسود يا نهار اسود. ابو شيماء هيولعها. البان عزه، جديان عزه، خرفان عزه، استلم فلوسك يا اسطى زينو. بيت زميل محمود الحسيني. صحاب السوق ضحكوا عليا وغلقوني، لفولي حاجة بني وشربوني، حسيت احساس غريب معرفش مالي، ما بقتش عارف يميني من شمالي. شارب سيجارة بني حاسس ان دماغي بتاكلني، انا شارب سيجارة بني حاسس ان دماغي بتاكلني، قاعد في الحارة بسقط والغسيل عمال بينقط، والشارع اللي ورايا قدامي، الشارع اللي ورايا قدامي، والكلام على طرف لساني، الكلام على طرف لساني، باجي اتكلم بتلخبط. المعلم حبشي بيك الكبير.
قائد معركة عين جالوت، ولو مش مصدق افتح كتاب التاريخ فصل الرجالة صفحة المعلم حبشي، هتلاقي سلام المعلم حبشي مكتوب باسمه. بيضربوا النار، بيضربوا النار. واحدة جوزت نظار حب تدلعه، قالت له يا لوحي واحد وحش قوي اتجوز واحدة وحشة قوي، خلفه عين رموه في الزبالة. استغفر الله العظيم، لا مش هقول لك، مش حلو. واحد رجع في كلامه فجأة، خبط في النهران. قول لي لو سمحت، أنا هطلع مسرح إمتى؟ الأستاذ صلاح وردة المصنع هيطلع إمتى؟ يا عالزمن الحمد لله إنك عرفتني، بس قول لي الله يسترك أنا هركب المسرح إمتى؟ وأنت عارف إن دي جماعية والكل بيستنى عشان النقود. المسرح وحشني يا أخي، الناس التسقيف والضحك والنكت. تحب أقول لك نكتة؟ واحد بيقول لصاحبه عارف صورة الراجل اللي حاطينها على علب السجاير؟ قال له يا ساتر مالها؟ قال له الحكومة بتفكر تحطها على رغيف العيش. حكومتها يا فنان. شربت سجارة تانية نسيتني اسمي في ثانية، شربت سجارة تانية نسيتني اسمي، وسألت ابني حاتم زيك كده، بس هو دارس في القدس الفتوار كمانجا، بس يعزف نوتة من السماع لمؤاخذة زي حالاتك، ما تزعلش مني. ابن حاتم ده وهو صغير انا كنت باخده معايا افراح في فنادق خمس نجوم، بس لما كبر ركنت وما بقتش اشتغل خالص. الولد كان نفسه يتفرج عليا وانا على خشبة المرسح، بس طب وفيها ايه؟ مفاجأة عادي، هكلمه حبيبي. ألو، دي آخرة الحكاية. أيوة حاتم يا ابني، مش معايا دي آخرة الحكاية، ما تعمل غاش. طب أنا هديك العنوان وتعالى بسرعة، بس بسرعة حتوبة. سيبونا عيش حياتي فايل أي حكاية، سيبونا عيش حياتي فايل أي حكاية، مش هشرب مش هشرب مش هشرب بني تاني، ولا اعرف شكله تاني. كوكا 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 يا سيدي والله. يا ما قلت لك بلاش يا عبد الله، امسك نفسك، بقينا زي القرود المتأجرين في حاوي، حتى اللي بيتفرجوا علينا سابونا ومشوا. وانتي كنت رافضة؟ ما انتي كنت تعبانة زي، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش. أبوكي هو اللي كان مضايقها علينا 7 سنين وإحنا مكتوب كتابنا،
7 سنين وانا بنحت في الصخر، واخدها مرمطم من ليبيا للعراق للسودان، شلت الطين عشان اعرف اجيب قطين وصاله لحد ما عمري قرب يخلص. يا ما قلت لابويا انا كبرت يابا، دخلنا يابا، لمنا في اوضه في الشقه زي ما الناس بتعمل مع عيالها، لكن عمره ما وافق، عمره ما حس ان احنا كبرنا وان الجنس بقى غول جوانا بينهش في لحمنا. لا صلاة ولا صوم ولا صبر نافع يمنعنا من الغلط. انا ما غلطتش يا عبد الله، انا بحبك. ما تخافيش يا جميل، انت هتعملي العملية وابوك هيرفع راسه في الحتة كلها. يا سنوجة، بقول لك ايه، انا عايزك تشرفيني. اه الفرح ده انا جايبك فيه على مسؤوليتي، ده بتاع الاسطى زينب يعني، مش بتاع اي حد يعني. مساء الخير يا حاجه. دي ايه دي يا واد؟ دي الرقاصه اللي جبناها بدل زيزي، ودي فيها نفس ترقص، دي اللي زيك يا اختي تابو من زمان. مالك يا ست، اكل العيش مر يا عنيا. مش امر يا اختي من اللي هتشوفيه في اخرتك يا موكوسه. هو ايه اصله ده؟ طب صلي يمكن ربنا يغفر لك اللي فات. هو فيها هالهول؟ انت جايبني انا عشان اتهزق؟ اعوذ بالله. شوف يا اخويا حته تانيه غير فيها عشان ما نجسش ست الحاجه. خشي يا اختي اقلعي في الاوضه اللي جوه. بتضحك معاكي، دي الحاجه مزينهم صاحب الفرح. اقلعي عشان توري السكرانين جسمك اللي اتشقق من كتر بص الرجاله فيه. هو فيه يا ست؟ انت هتكرهيني في اكل عيشي؟ اعوذ بالله، ما تقلبيش عليا المواجع بقى. هو انا ناقصه؟ ده ايه الليله السودا دي؟ سيدي عليكي وعلى اللي جابوكي. انت حفيظ؟ جاك سكع في دماغك يا بعيده. اهو اهو اهو، 100 جامعه 100 جامعه، الكابتن ايمن النرويجي، واحلى سلام وحاسب يا عم، واحلى تحيه لعبيد الادوات المنزليه، كابتن الجيزه والقاهره، الاسطى حسن حجاج، صحبته صحبته شاطير العرب شاطير العرب، قابل يا اسطى زينهم ضيوفك. هديت المعلم حسن الحشاش، احنا مؤدبين وحنقولهم بالادب. السلام بتاعي ما تقالش حلم، اتقال تحتاني، وده ما يقولش معايا. ايمن النرويجي ايمن النرويجي، اوعى يا عم ايمن النرويجي، الراجل مفضل بيريا. ما تزعلش يا عم، اعتذار رسمي، اكثر الازعاج. وبنحيي الكابتن ايمن النرويجي نجم الرياضه والرياضيين. وسمعني يا عم سلام بحث الاهداف، مبروك مبروك دي. عجباني قوي ده البيت دي، راشقه في دماغك من الفرح اللي فات، مهجم عليا ومش قادر انساها. ايه يا معلم، دي داقه زمن النسوان الحلوه خلاص بح. هو ده الجديد يا معلم. تعالي باشا. ده انت اللي باشا، مشيت انت المره اللي فاتت، ما لحقتش اشكرك على الخمسين شمعه بتاع فرح المعلم سامي. ده شكر على واجب، ما تحاتب يالا، حد يذوق النعمه، ده اللي يذوق النعمه يعني. قول من الدال قول. واجب تشكر يا اسطى. اي خدمات مني تاني؟ خلي عينك عليا، تخلص البيره تجيب لنا طقم تاني. عناي ما هي دي. من انا اعرف البت من عينيها، والبت دي عينيها حنينه قوي، بس ده جسمها ضايع يابا. انا اخر حاجه افكر فيها الجسم، بس عشان تكون عارف، بس البت دي جسمها كرباج كرباج. حاسب يا عم، معامل بكتيريا معامل بكتيريا، الحاج ابراهيم الفسخاني اف ما اسمعهاش، المعلم ابراهيم الفسخاني يعني الخميره الحيه، وكل راجل وله مجاله. سمعني يا عم سلام شم النسيب. يا سمير اسندي قلبك يا بنتي، مش جعانه يا ام؟ العيال ناموا قبل ما ياكلوا ولا ايه؟
اما الرز يستوي هصحيه. اما ما تديني حلقك البسه شوي. عيني يا لبمك. حاضر. مسكي. تشكر يا ام. لكن ده مش طبعك يعني ومش عوايدك. فاكرة الجدع اللي اداني الخمسين جنيه الفرح اللي فات؟ اه فاكرة. ايه اللي كلامه حلو ده؟ ما بيعكسنيش، انا كنت ثبته بس واخد باله مني. يعني ربنا يجعله من حدك ونصيبك يا بنتي. انت هتعملي عليا حوار يا اما ولا ايه؟ بقول لك جدع كويس وخلاص. اسكت. هو عمال يضرب بيري عشان يلغيني لما هيتكفى على وشه. يا بنتي فكيها شويه، خلي ربنا يقرب البعيد. مش طالع يا واد، صدرك بايظ يا ابن الكلب يا واد الحاره مليانه دخان. مش طالع. اما انا هنزل اجيب الواد من الحار. روح يا اختي. بتعيطي ليه بس؟ انا بنصحك يا اختي لوجه الله هتخش النار يا منيله. انا ذنبي ايه؟ مش انتوا اللي بعتوا تجيبوا رقاصه؟ يا اختي ده انا ريقي ناشف. اقول بلاش رقاصه بلاش رقاصه. ابني هو اللي حكم رايه يجيب رقاصه. طب يعني مش هرقص احسن ولا اروح انام مع رجاله؟ طب ما انت بتنامي، بس بدل ما بتنامي في حضنهم بتنامي يا اختي في عينيهم. يا اختي اسمعي كلام واحده فايته الدنيا تكسبي. انت يا منيله انت بتاخدي كام يا اختي في الفرح؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ اديهم لك. ولما يخلصوا يا اختي تعاليلي وانا ربنا يقدرني يوديك اللي فيه النصيب. وانت يا اختي متجوزه ولا مزمزيل؟ متجوزه وعندي بنت. واللي انا متجوزه اسم الله على مقامك، ما تقلعيوش من رجلك. استني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امسكي يا اختي اهو ال 150 جنيه اهو. بس احسك عينك، اوعي حد يعرف. ها؟ طيب يلا بقى خشي اقلعي النيله اللي انت لابساها دي، خلي ربنا يرضى عليكي. يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. وجعتي قلبي يا مضروبه. بعد الشر عليكي. اديني يا اختي البرشام كيس الدواء. اتصدت ان ريحه يا ابن الكلب زي ابوك. اعمل ايه؟ اعمل ايه فيك؟ يعني مسطول تحت ومسطول هنا؟ هتجننوني؟ هتموتوني؟ الباشا، الباشا سيف، المتحدث الرسمي، رئيس جمهورية البلح، يعني النوايا، سفير النوايا الحسنة. هز نخلك، هز نخلك واطرح يا عم، اطرح حنان، اطرح حنان، يا حنين، يا حنين، بالحب، بالحب، بالحب يا معلم. بالمناسبة، ده الكارت بتاعي، يعني لو أي حاجة كده يعني يا ريت تقول اسمي. ما تجبرش حد، لو الاسم نفع كان بيها ما نفعتش خلاص. يبقى كتر الف خيرك. انا خايف الولا حاتم ابني يجي وانا قاعد كده. ما هو انا لازم اعرف هطلع امتى ولا ايه؟ اصل انا في الحقيقه ضاحك عليهم في البيت. كل خميس البس البدله وافهمهم ان انا رايح فرح. وانا بروح اقعد على القهوه استخبى. ايه الحكايه؟ مش هيزفونا بقى؟ طب ما تقول يا عبد الله اتحرك، شوف صاحب الفرح راح فين. هو مش قال لك هما ساعتين زمن؟ جيبوا منين زينهم ده دلوقتي؟ معرفش. اتصرف ان شاء الله تقلب علي الفرح. تتاخرنا قوي يا عبد الله. الحق سلامة بيطر، ابويا بيسلم عليك من هنا ومن هنا. منور يا حق بيطر. لا بقى كده غلط، انا مش قليل للدرجات دي. ده انا صلاح ورده بستان الضحك كوكب الفكاهه فوق بقى. وحاسب يا عم وحاسب يا نقطه. الف شمعه، الف شمعه، الف شمعه تولع مصر. يا لهوي. ومعلش غصب عنك.
صور ايه يا ابني؟ بفك ميه. ما اقدرش يا نجم، ده مش سند، ما تزعلش مني. يا ابني الكلام ده على المسرح، هتصور ايه هنا بس؟ طب انا اقول له ايه لو انت اختفيت لحظه على الشريط؟ هيشك فيا، والصوت بيتسجل. ماشي يا عم صور، وهعلي لك الصوت. على الله بس ما نلاقيش التصويره دي نازله على النت، والرئيس حبش يشك فيا انا. يخرب بيوتكم. انزل ياد بالبرطمان. بس جاب لك بقى. برطمان يا جدع انت، فين ازازه القمر اللي انتوا وعدنا بيها الزنو؟ انا رئيس حالا. في يا جاي. شوف لي اشرف، قول له عايز الامانه. جاي في الطريق هو، بس خمسه وجاي. جاي حاضر. زنو ايه يا بنت اللي نزلت؟ الحقني يا اخويا، امك يا اخويا الحقني الحقني. مالك مالك؟ ما تزودش يا اسطى حسن في الفيرا عشان لسه التقل جاي. اما 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 مالك ياما؟ رد عليا، ما تردش عليا يا صفية. رد عليا ياما. طب قوم هنروح المستشفى. مستشفى ايه يا اخويا؟ اتشهدت على ايدي. اتشهدت على ايه؟ لا اله الا الله. ليه كده يا اما؟ ليه كده؟ ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي يا اما؟ استخسرت فيها خمس ايام اصلحك فيهم. دي ماتت وهي زعلانه مني يا صفية. ليك العرب، ليك العرب، ليك العرب، ليك العرب. امر ربنا يا اخويا، امر ربنا، امر ربنا. هو فين اللي اسمه نص زينهم ده؟ انا برضه صلاح ورده ما ترميش كده. أم الأستاذينهم تعيش انت دلوقتي. حدين ده لرئيس حبشي بسرعة. وبلغ يا عم اسمه الثلاثي أبو ليلى محمد إسماعيل. الله عليك يا أبو ليلى، مياتك مياتك متناتك صاحب واجب يا أبو ليلى، ودنيا المولد يا عم. أستاذينهم بيقولك وقف المزيكا شوية. ليه؟ مش عارف. اسفين للازعاج، نسب لهذا العطل الفني حاجه في الساون، بس هنصلحها كلنا هنسمع بعضينا. هي الليله وقفت ليه يا نجم؟ انا عارف. في ايه يا ابني؟ عايزك. شافوا ولا ابو سند؟ ايه بارك ايه؟ مساء الفل. الواد اشرف حبساجي بعت لنا شويه مقويات. فين دي؟ يلزمك منها حبيتين. ابعت ابعت. ابلع بريقك. اقعد معايا شويه بقى، انت وحشتني. كفايه كده بقى، سامحني، ده انا ابوك. يعني عايزني اعمل ايه؟ يا ابني الحكايه دي بقالها 20 سنه، انساها بقى. 20 سنة وأنا بتعذب، 20 سنة وأنا كل ما ببص في المراية ولا في عين واحد صاحبي بشوفك، 20 سنة وأنا بحسس كل يوم على الجرح زي اللي على راسه بطحة، بس دي في وشي، مش منك دي ولا إيه؟ أسامحك إزاي؟ النبي سيبني دلوقتي. فين يا ابني الأستاذ زينهم؟ هتشوفه فين؟ شوف اخويا، الوقت الحي ابقى من الميت، واخد بالك؟ ما هو ما يبقاش موت وخراب ديار. ما تحضرونا رجاله، الوقت الامانه معانا، وما حدش من اهل الحاره ولا من المعازيم عارفين باللي حصل. انا بقول ناجل اعلان الوفاه، نداري الامانه جوه 3-4 ساعات من غير ما حد ياخد باله لغايه اما تلم فلوسك. يا اسطى الله، ده انت ما لمتش نص فلوسك لغايه دلوقتي. يا لهوي، انت بتقول ايه؟ معقوله رئيس حبشي جمي؟ طب والله لو عايشة وسمعنا دلوقتي لا توافق.
ايوه خزن، الريس حبشة عنده حق، على الاقل لما تمسك فلوس بايدك تعرف تعمل لها خرجه حلوه تليق بيها. الله ينور عليك يا ابو صلاح. يا ناس حرام عليكم، الوليه ميته وانتوا عايزين تغنوا وترقصوا؟ انت هتعمل كده يا زلوم؟ هتعمل كده يا ست؟ الحزن في القلب وكلها ساعتين زمن. يا ناس اكرم الميت دفنه. اسمعني كويس يا اخ زينب، هو لما ملك ولا رئيس دوله بيموت مش الحكومه بتخبي الخبر على الشعب 3 4 ايام لحد ما ترتب نفسها عشان الشعب ما يفكش والدنيا تبوظ؟ يا ابني بتعمل في نفسك كده ليه؟ واحنا هنرميها؟ مش لسه في اجراءات وغسل يكون الفرح شاط واحنا هسيبك؟ لا مؤاخذه يا ريس حبشي، لو ليه حق كلام يعني. لا قول اخويا. الوقت استاذنهم الناس اللي تحت دي عدم مؤاخذه، لو عرفت ان الفرح باظ هتاجل الفلوس اللي عليها، وحلني بقى على ما نعمل فرح تاني ويدفعوا اللي عليهم. موال ولا انا غلطان؟ لا صح. وهو احنا في ايدينا حاجه اخ زينهم يا ابني؟ هي لا سمح الله كانت محتاجه عمليه وانت اتاخرت؟ ده قضى ربك نفذ ولا رد لقضاء الله. الوقت احنا ربنا بعت لنا الفكره دي عشان يلطف بينا، هنرفض احنا لطفه؟ ده بقى حرام. بقى يعني ربنا وقف الفرح وانتوا بتعندوه؟ انت يا ست بلاقي ريك حبه، سيب الرجاله تتكلم. اعمل يا ريس حبش. لا انت ما تعملش، احنا اللي هنعمل. يلا يا رجاله دار الامان، يلا. هتعمل فوق كده يا زلوم خليك جنبها. ما تقلقش يا اخويا، انا هفضل معاها ورا القرآن. خد هنا تروح فين انت يا شحشرك؟ اجري غير هدومك خلي الليله تعدي. اللي ده اللي تعدي؟ ما شاء الله عليها ما عدت الليله السودا. طب ورحمه امك بلا راس تاني لغايه يوم ما حصلها. هي راسها في يا هو اللي فيه ايه؟ كل ما اجيب رقصه تقول لي مش رقصه. طب استهدى بالله، استهدى بالله، وانت كمان يا نوج استهدى بالله وقومي اقلعي هدومك، خلي الليله تعدي. يلا عسل يلا شغل الليل وما تخليش حد يحس بحاجه. حاسب يا عم الخديوي وصل. لا بقى يرجع الخديوي. هات المقص يا نسرين. ايوه كده يا اخويا، خد المقص اللي يتعلم السلك يا شوقي. خد ومرتاح وبينام خفيف وما بيخطر ما قطعتوش ليه يا شاوي؟ الواد كان هيصورني نسيين وكده غلط، احنا مش عايزين مشاكل طول عمرنا في حالنا. لو انت الصادق، انت اللي طول عمرك جبان وخيخه ومش راجل. اختفي. تتشطر عليا انا وخايف من زينهم؟ نمي نفسك يا بنت. مش هنمي نفسي يا شاوي. ويكون في علمك يا شاوي، مش هتلمس مني شعرايا النهارده غير اما اشوف لك صرفه في الميكروفون. وخلي الحبايه تنفعك يا ابو حبايه. امين نقطه، امين نقطه. وقف النقطه وراجع يا حاج، وقف النقطه وراجع يا حاج. معاكم معاك وقف. هي دي النسوان، هي حته يعني كرامة والجدعانة، مناخيرها لفوق، نوجة يعني الغرور، ربنا يهديك ويهدينا، نوجة يعني عصر النهضة، كلاكسيات الراس الشرقي، واكشف يا نوجة عن تضاريسك، الله، نوجة، 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 بنصبر، بنمسك، على الناس، الحلوة، بنصبر، بنقطع، بالوقت، سمعهم يا نجم. انا ما كنتش عايز اجيبك هنا، بس قلت فرصه افرجك على الافراح بتاعت الشوارع. انا بتجيلي افراح بنت كتير قوي، بس طبعا برفض.
لكن الراجل صاحب الفرح ده اصله صاحبي يا حبيبي، كسفت منه قلت اجامله. مش مهم يا بابا، انا مبسوط والله. يعني مش متضايق يا ابني؟ هتضايق ازاي وانا معاك يعني؟ يا نهار اسود ماتت. احنا مالنا؟ احنا نقفش القرشين ونطير. انا قلبي واقع في رجلي، خط اللي اليوم يتضرب. خلص الشريط، مع السلامة يا عريسنا. عملتوا الواجب وزيادة، واتعامل معاكم الواجب وزيادة، نصب على المنطقة دي من دماغنا. علم يا معلم حبشي عليهم. عروسة أخوك زينهم بيقولك بالراحة بالراحة بالراحة، وربنا يكفينا شر الاستعجال والمستعجل. برافو يا عريس. العربية دي هتوديك في أي حتة أنت عايزها، وبأكد هجوم لي السواق. يلا عريس يلا عروسة، يا قلبي الابيض. انت ايه بس اللي خلاك لبست حالك؟ ما انت صح اهو، انا قلت البسه لحسن اصحابك يقول عليا ذكر. غلط، ده كده كل الوقت ياخد باله مني. انت احلى ما فيك البيت المستخبيه في الهدوم، البيت اللي ما اقدرهاش غير انا. ربنا اكبر بخاطرك. ايوه جاي اهو. وخاطرك مالك راح وراها كده ليه؟ كده انت ما بتفهمش حاجه. الصنف ده عمره ما سمع كلمه حلوه، لو وقعت تخدم على حق، ومن الاخر هيحصل والنهارده. يابا البت دي ناشفه ومش اللي في دماغك. تراهن البت دي هتيجي حتى احمر بعد شويه؟ اراهنك. طب انا رامي 500 جنيه تدفعهم لي ولو خسرت تشيلي البيره؟ امان. وقعت كده ليه؟ يا اسطى زين خير؟ مالك اخويا؟ لا ابدا مفيش حاجه. طب قعد كده ليه؟ ما تقوم تقابل ضيوفك يا عم، وحظنا وحظ الناس. سيبني والنبي ابو علي احسن، مصدع شويه. مصدع؟ بقول لك ايه، انا اكلت ازازه الخمره بكيفي. بس طلاق ثلاثه لانت قايم راقص معايا ولا هزعل؟ يا جدع هزعل. قوم يا جدع فرحنا وفرح المعازيم. اصحى وصل 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 الراعي الرسمي المهرجان النهارده الاستا زينهم. اصحى الاستا زينهم هيرقص، الاستا زينهم حياتها مايل. قول سلامك على حق يا عم، وقف النقطه يا ابني، صاحبها هيرقص. انا مش عارف، انا بتوت من انا مش قلق. شديني عيتي وعكر السنتي، أبص الروح
نمرة 9 تعالي. ايه ده يا عبد الله؟ هو فين دكاترة؟ يا بت اصل دي حاجة شمال، لازم تبقى مدارية، بعيد عن عين الحكومة. تعالي. تعالي ما تخافيش. أبو الله. السلام عليكم. عليكم السلام. موجود معاك الفلوس؟ جاهز. ودول كمان عشان مستعجلين. طب ارتاح شوية. انا لغيت البيت الممرضة ببرستين عشان تدخلنا الاول. خش يا اختي. أمان عليك يا عبد الله، لو مت أو جرالي حاجة خلي أبويا وأمي يسامحوني. يا بنت ما تخافيش، إن شاء الله خير. يا أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. هو أنت ال أيوه أنا. خد بالك، بعد العملية أوعى تقرب لها ولا تيجي جنبها. بالمؤاخذة احنا سيادتك احنا دخلتنا بكرة. بكرة؟ لا ينفع طبعا. مبروك يا عريس. ممكن بقى حضرتك تتفضل بره تستناني لغاية ما اخلص شغلي وبعدين انا. انا خايفة يا عبد الله. الموضوع ده بقى حصل من امتى؟ سنتين. نمتي مع كم مره؟ مش فاكره. لا 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 لا، حاولي تفتكري. مرتين ثلاثه كده. بعدين بقى انا عاوز اشتغل، عاوزك تسيبيلي نفسك خالص عشان العمليه تطلع نظيفه. ها، عارفه كل الستات اللي دخلوا عندي طلعوا كلهم بنات. في ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت عاوز
الشطارة عليه وتسوقي هو. اللعبة اللعبة مش قلعة اللعبة مش قلعة اعمل ايه؟ ارجع الحارة وافضل طول عمري عيني مكسورة قدام الناس وقدام ابوكي ولا اعمل ايه؟ ادور على دكتور تاني يلعب بينا وابقى واقف مطاطي قدامه؟ نهرب يا عبد الله، انا ما غلطتش، انا طول عمري شريفة ومحافظة على نفسي، ويوم ما سبت لك روحي كنت كاتب كتابي، يعني جوزي على سنة الله ورسوله. احنا مش عايزينه في حاجة يا عبد الله، نروح انا وانت في اي مكان وربنا معانا. يعني مش هيجي عليك يوم تقولي عايز اشوف امي؟ انا نفسي في حضنها من دلوقتي، بس اعمل ايه؟ يا الله ربنا بقى هو الوحيد اللي عالم بحالي، هو الوحيد اللي عارف ان انا ما غلطتش. يا رب يا رب، انت الوحيد اللي عارف ان انا ما غلطتش. يا رب يا رب. ما تعرفيش يا جميله؟ يا رب يا رب. جميله بتجدي عياطي ليه؟ انت مراته يا جميله، عارفه يعني ايه مراتي؟ مراتي على سنة الله ورسوله، يعني اعمل معاك اللي انا عايزه في اي حته وفي اي وقت. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، يا لهوي الناس يا عبد الله، الناس بتتفرج علينا يا عبد الله، الناس يا عبد الله، الناس بتبص علينا يا عبد الله. يا عبد الله في حياتك ايه في ايه؟ مراتي يا عبد الله في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه يا عبد الله؟ دي مراتي يا عبد الله، والله العظيم مراتي. ايه؟ والله العظيم مراتي. ايه؟ يلا بنا يا عبد الله، كفايه يا عبد الله، كفايه انا فضايح يا عبد الله، كفايه انا فضايح. بتعمل ايه انا؟ مفيش. بتصور ايه؟ مفيش حاجه. لو تعبان قول سلم نفسك ونجيب اسعاف. لا 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 لا، 100 100 زي الفل يا معلم حاج، زي الفل. رايح فين؟ الفرحه اهو، الفرحه اهو. يلا انا الفرحه اهو. نوال نزل منزل هنا، منورين يا رجاله. الله الله، انت هتمشي من السرين ليه؟ ده انا مش حرمك من حاجه. همشي تصلك. طيب والطيبه دي كانت زمان، النهارده تاخد حقك بعضلاتك وانت يا خساره. انا كبرت يا نسرين، كبرت، عاوز اعيش بقيه حياتي في هدوء من غير مشاكل ولا خناق. خلاص طلقني، طلقني لو عندك نخوه. ما كفايه كده بقى، كفايه ركبني مفرح ابو سيدك، الواجب قاعد حرام عليكم. في يا عم صلاح، ما تهدى يا عم صلاح، والله هتطلع يابا، والله هتطلع، اصبر بس. الاهم في المهم، الراجل فلوسه بتتلم، اصبر يا عم صلاح. مش كده الله، انت لازم تسيح وترفع الحديده دي وخلاص. اها اصل الجمهور يا ابني اهم حاجه، عشان كده اهم نمره بيخلوها في الاخر، وانا طبعا اهم نمره. حتى بتحب اقول لك نكته تبرفشك؟ قول يا بابا. مره واحد حب طحنوه. يعني ايه؟ يعني ايه حب بن قمح طحنوه؟ هي فعلا محتاجه شرح. خلاص مش حاولها. انا حتى اجيب لك حاجه تشربها. طب انا هقعد عشان اركز في الشغل. سميره يا باشا،
بطل العالم في الحلاوه ومحدش واخد باله. مش عايز تتعرف عليا يا سميره؟ من عارفاك يا باشا الاستاذ حسن حشاش. يا بنت بقول لك نتعرف على بعض، اوعى تكوني متجوزه. اموت انا متجوزه البيرة. طب استنى شويه، ترى مخلفه منها؟ امال بنت فلات عندها سنتين وسمها مشبره. عسل ابن الكلب. ورحمة أمك بتدفع ال 500 جنيه. تعالى يا حتوم. تعالى. أيوه. كده يا مان. ما تركزش بالناس اللي حواليك، دي ناس سافرت. ركز على المسرح. يا بابا أنا جاي أتفرج عليك أنت. الله يخليك يا حبيبي. يلا يا عيال. خد. ده مفتاح التربة، لو القفل ما فتحش كسره. العين بتاعت الستة على اليمين. بدأت راحة فين؟ ماليش عيش معك بعد النهاردة يا زينب. أنا حضرت كل حاجة وخيطت لها الكفة. اتهلا. وأنا ناقصك يا صفايا؟ ده بدل ما تقف في جنبي؟ أنا عملت كل ده عشانك وعشان عيالك. أنا معرفش جبت قسوة القلب دي منين. ده أنا كان نفسي أرقى عليها بالصوت. طب اخذ الشيطان يا صفية، خش اوضتك. اللي يفرط في أمه يفرط في مراته. أنا رايحة عند أمي يا زينهم، لكن من الصبح هاجي وأحضر الغسل والجنازة. صفية بص إيدك، ما تسيبنيش السعادة. أنا لابوس إيدك. طلقني يا زينهم، أنا خفت منك قوي النهاردة. يا دنيا ايه وراكي غيري ولا ايه؟ والله ما عارفه اشتغل، تفضي المسرح اقول لك شويه. يلا يا ابو اشرف والنبي اخد. والان مع الفكاهه، مع العفشه، مع النقطه الصاحيه، مع المونولوجيست اللي لف العالم، مونولوجيست الاذاعه والتلفزيون، الفنان صلاح ورده. عم صلاح ورده يعني ضحك بسبب ومن غير سبب. اتفضل يا عم صلاح. السلام عليكم. حافظين الملوك جزمة؟ الجزمة؟ الجزمة دي كانت مشهورة قوي. عندي جزمة فقرية بتسف تراب من تحتية، مش حافظينها دي؟ طب المريالة؟ المريالة دي كانت مع الناس جامد. طب بص هي بسيطة يعني. ترا 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 تا 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 اللي هي نهوان بالمولة. مين مولة يا أستاذ؟ أيوه بالمولة هو ده. يلا. Yeah.
عبال دخل ابنه المدرسة قعد أسبوعين وقطع. واحد سباك عمل فرح ما خلت حد يمقط. مدرس سأل التلميذ معنى كلمة سبيل، قال له طريق، قال له وسن سبيل، قال له طر طريق. يا عم انزل بقى مش ناقصاك. مرة كلب فقد الذاكرة مش من الشارع يقول سو سو. لا لا نو نو لا لا ما قديمة جدو. خلاص بقى يا عم تشترطنا. مدرس سأل التلميذ قال له كان في جيبك 5 جنيه وقع منهم 3 وبقى جيبك ايه؟ قال له مرة يا مرة. ايه امي لا لا اطلع بره. انا جاي ساعدك تشيل الصناديق. مش امي هتصحى انت جاي ورايا ليه؟ وحشتيني. هو في بينا ايه لا مؤاخذه عشان اوحشك؟ في بقى الايدين الناعمه دي. اهدي يا بت تشيل الصناديق دي. طب بقول لك ايه عشان الحاجه ما تصحاش تعالي بينا. روح فين؟ دي ما احنا نايم ما تخافيش. ما سيحيش بقى في ايه؟ في ايه؟ ما تخافيش الجو امان. يا اسطى في ايه؟ انت مقلقه كده ليه؟ ايه؟ عايز اشوف شعرك ولا انت لا مؤاخذه قرعه؟ لعلمك ده كان اطول من كده. كل البنات كانت بتغير مني. باشا ده كده فل. روح يا اسطى لاصحابك وانا هجيب البيره وحصك. لا اصحابي ايه؟ من الاخر الليله دي ليلتي. ومحدش سألني في حاجة. بقول لك انت مش عارفني كويس. السكة دي غلط. غلط على الزلط. اقلعي بس اقلعي. اوعى يا اسطى اوعى يا اسطى فوق. يا بنت ما تفرضنيش اقلعي. اوعى يا اسطى اوعى فوق. جرايح التم البدلة بيضة. فاكرين احبك ولا ايه؟ ده انت في سوق النسور ما تسويش تلات ابيض. خدي اديك 50 جنيه. اوعى يا اسطى اوعى. طب 100. اوعى يا اسطى. اوعى ايدك. لا اوعى ده انا موبطه. تعالي بنت اقلعي واديكي 100 جنيه. اوعى يا اسطى سيبني. يا بنت اسمعي الكلام ده. انا قدامك وحياة امك. انا قدامك. ايه ده؟ انا ارتحت؟ مبسوط كده؟ موت بقى يا دكتور موت. مش انت اللي طلعت البنت اللي جوايا وخليتها تلبس لك حاجه وتحط لك احمر؟ ضيعت امي واخواتي. ليه؟ ده انت الراجل الوحيد اللي بل ريقي بكلمه حلوه. كنت عايز مني ايه يا اسطى؟ كنت عايز مني ايه؟ كنت عايز مني ايه؟ كنت عايز مني ايه؟ 50 جنيه و100 جنيه تبيع وتشتري فيا؟ فكاني مالي بيزنقوا في خرابات يا روح امك؟ اسطى قوم بقى يا اسطى. قوم يا اسطى. قوم يا حسن. يا اسطى قوم يا اسطى يا اسطى. ابا ابا يا ابو سمينة يا ابو سمينة يا حبيبي يا ابو سمينة. خد العجلة دي علي بيها وشي. لا يا عم فكنا انا مش قادر. موجودة. انزل عم صلاح الله يسترها خلينا نشتغل. ما تخافش يا عم.
اجرتك هتاخدها. مش مسألة اجرة يا معلم زينهم، انا عايز الناس تسمعني. يا عم تسمع ايه؟ انت مش شايف؟ حد دلوقتي بيسمع نكت في زمن ابن الكئيبة ده؟ خد منه الحديدة وشغلني يلا. نأسف للإزعاج، وبنقول متشكرين لعم صلاح وردة نظر المدرسة وصاحب المريالة، وبنقول له معلش يا عم وردة جرس الفسحة ضرب ضرب. ونرجع لمرجوعنا أبو ليلى، منور يا أبو ليلى. أبو شيماء صباح وقشطة. أبو هشام عليك نقطة متأخر، والرجالة بخير. شنطة موجودة. شنطة ازاي؟ بوروشة بوروشة الوسط حاطها على وشة. يلا حط يلا ابني. نعم انت بنفسك كده عشانك، عشان تعرف ان انا لسه عايش وبشتغل، عشان تفضل تتباهى بيا قدام امك واختك واصحابك. يا بابا انا ما طلبتش منك تثبت لي انك لسه مطلوب في الافراح. امال ليه يا حاتم بحس على طول في عينيك انك عايز تشوفني زي زمان؟ وليه على طول مشغل شرايط القديمه في البيت ومع اصحابك؟ وليه دايما تقول لي انا نفسي احضر معاك فرح زي زمان يا بابا؟ ليه يا حاتم؟ عشان انت ابويا وبفتخر بيك. انت الاستاذ صلاح النونوجيست الكبير. يا بابا مش مهم المهنه دي راحت عليها او مش مطلوبه، مش مهم التاريخ يذكرك، المهم ان انت ابويا اللي علمتني حاجات كتير، واللي هفضل طول عمري احترمه مهما الناس نسيته، عشان انت كبير قوي جوايا. بقول لك نكته؟ قول يا بابا. كان مرة واحد نفسه يحضن ابنه قوي زي الفل. فلوس راحت انا اسحبها. معلش نصيب اخويا. ومرات سابت البيت وامي ماتت. بنعوض عليك يا زلمه، بنعوض عليك اخويا. ادتني دول عشان ابطل راس. هاي علي خلي كل حاجة زي ما هي عشان العزاء، واخد بالك؟ بس شيل اللمض الملونة دي. يلا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا
يا ريتني ما كنت سمعت كلامكم. لك يا رب الوقت الحي أبدا ما يقبلك. يا ريتني ما كنت سمعت كلامكم. ما تقول يا زعلان يا بنت. انا بقول نأجل اعلان الوفاة. والله اصحاب يا شعان حق ونعمل فرح تاني ويدفعوا اللي عليهم. يا ريتني ما سمعت كلامكم. يعني ربنا وقف الفرح وانتوا بتعندوه. يا ريس اكرم الميت. نسيت الحزن في الميت. اعمل يا ريس حبشة. لا انت ما تعملش، احنا اللي هنعمل. يلا رجاله دار الامان. يلا لا. انا امي ماتت يا ناس، امي ماتت، يعني كل حاجه حلوه ماتت، يعني البركه والدعاء ماتوا. انا بس اللي حاسس في نفسي لا ماتت زعلانه مني. آه. لا ابو الفلوس، لا ابو الجمعيات، لا ابو الفرح، لا ابو الميكروباص. انزل عسل الشطه بالفرح، انزل قول للناس اللي استاذنهم امه تقيشوا انتوا والخارجه بعد صلاه الفجر. علي العوض ومنه العوض. عين العقل يا اخوي، عين العقل، عين العقل. يا ما يا بنت بالراحة عليا. مش نبرت فيها؟ الليلة باظت والحتة طارت. حظك وحش يا حاتم يا ابني. شوف بيعمل ايه دار اخر. والله قبل ما تيجي الناس كانت هتقطع نفسها عليا، كانوا عمالين يقولوا واردة واردة، عايزين واردة، لولا موت ابو زينهم الله يرحمها ويرحم امواتنا جميعا. معلش يا بابا، فرح تاني ان شاء الله. فرح تاني قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ابا 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 الله، بقالي كتير ما سمعتش كلمة أبا. قوم قوم يا أبا عشان أروح. قوم أنت. أنت اللي هتروحني؟ أيوة أيوة. قوم معايا، قوم معايا. ادعي لامك يا معلم زينب. اخر حاجه عملتها حطت ايدي على مصحف وحلفتني مرقص تاني. عايز ترى دي الفلوس اللي اتلمت النهارده، خد بالك هي تنفعك برضه. بقى لله، شد حيلك يا زينب. وبعدين يا عبد الله هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ملناش نصيب. انت مراتي يا جميله، مراتي على سنه الله ورسوله. احنا هنرجع الحاره واللي مش عاجبه يشرب من البحر.